بكم بالمختبر الثاني من مختبرات الصيدلة الفيزياوية. وياكم محدثتكم مدرس مساعد هبة صباح بالاشتراك مع زميلتي مدرس زينة داود. اليوم إن شاء الله مختبرنا حيكون عن الفيز رول والديفرنت كومبوننت. بالبداية ناخذ شنو تعريف الفيز رول. Is a relationship for determining the least number of variables required to define the state of the system. يعني هو العلاقة اللي راح نعتمد عليها حتى نحدد المتغيرات اللي تتكون لي النظام اللي تتكون لي السيستم. Phase is homogeneous physically distant portion of the system which is separated from other parts of the system by bounding surfaces. يعني تعريف الفيز شنو؟ هو الهوموجينيوس physically distant portion، يعني حالة المادة الواحدة اللي تكون معزولة عن أي حالة ثانية بباوندري سيرفيس. For example الواتر. الواتر هو شنو مركب؟ التركيبة مالته هي H2O. فالواتر and its vapor الماء ممكن موجود بأكثر من حالة، الحالة السائلة اللي هي الواتر والحالة الغازية اللي هي الفيبر الغاز. And its vapor is one component to phase system. إذا هو مركب واحد لكن يكون لي two phase system. إذا هذا نركز عليه، هذا example. Example إذا قلنا قلبنا بالسؤال example of one component مركب واحد لكن يكون لي two phase system، يكون لي فيزين اللي هي الجزيئات الماء تكون مفصولة عن بخار الماء بباوندري سيرفيس. إذا هو حيكون من عنده two phases system. A number of component is the smallest number of constituent by which the phase of equilibrium system can be expressed as a chemical formula or equation. إذا هو أقل عدد من المركبات اللي دا تشترك مع بعض حتى تكون لي السيستم، وهذا نعبر عليه بإكويجن، نعبر عليه بمعادلة. A two component system containing liquid phase. As we know, ethyl alcohol and water are miscible in all proportion. يعني من أجي أريد أخبط أثيل الكحول مع الماء حيكونون miscible in all proportions، في كل النسب حيكون miscibility بيناتهم جدا عالية. إذا ردنا example of two component مركبين يكونون دائما one phase system، phase واحد. المثال حيكون أثيل الكحول and water، لأنه أي نسبة يعني أخلط من أثيل الكحول مع الماء حيكونون لي one phase system، لأن حيكون الذوبانية بيناتهم جدا عالية، فحصل على solution mercury surface، إذا حيكونون لي one phase system. While water and mercury are completely immiscible، حيكونون completely immiscible، ماكو أي miscibility بيناتهم regardless the amount of each، يعني أي كمية أخلط ما بين الواتر والميركوري ما راح أحصل على one phase، دائما أحصل على two phase. إذا هذا example of two component form two phase system، مركبين دا يكونوا لي two phases system. Between these two extremes lie a whole range of system which exhibit a partial miscibility or immiscibility such as water and phenol. As their miscibility affected by two factors, concentration and temperature. موضوع مختبرنا اليوم راح نركز على الفينول مع الواتر. الفينول مع الواتر، الفينول عنده partial miscibility، يعني ما نقدر نقول لا هو miscible ولا هو immiscible، لأنه miscibility of phenol in water depend on two factors، تعتمد على فاكتورين اللي هما الكونسنتريشن، التركيز الفينول بالماء، هذا الفاكتور الاول، والفاكتور الثاني التمبريتشر، تعتمد ايضا على درجه الحراره.
راح ناخذ هسه بالسلايدات شو بالتفصيل شنو تاثير كل فاكتور على الميسيبيليتي اوف فينول ان ووتر. هذا الفيجر ده يلخص لي اللي شرحناه بالسلايد السابق. الفينول مع الماء قلنا انه partial miscible راح نعتمد على two factors اللي هي ال concentration of phenol in water وعلى ال temperature. طبعا درجة الحرارة كلما راح تزداد اذا المسيبلتي ايضا تزداد، معناتي او الفاكتور تأثير درجة الحرارة حيكون طردي. اما ال concentration of phenol in water راح ناخذ بالتفصيل شلون التأثير مالته على المسيبلتي. مثل ما ذكرنا اثر الكحول اند ووتر يكونون ميسيبل دائما. الفينول والووتر قلنا بارشال والووتر اند ميركوري ميسيبل، هذا مهم حتى اذا نطلب من عندكم اكزامبل على مثلا تو كومبوننت فورم تو فيز سيستم ياهو بيهم الاكزامبل حيكون، او تو كومبوننت فورم وان فيز سيستم، او مثل ما ذكرنا وان كومبوننت مركب واحد بس دي يكون لي تو فيز سيستم هو الووتر اند اتس فيبر. رح ناخذ بهذا الجراف ملخص عن تأثير الـ temperature والـ concentration على الـ miscibility of phenol in water. مثل ما تلاحظ بهذا الجراف هنا عندنا أكثر من test tube، رح نحضر أكثر من test tube. طبعا الشكل المظلل اللي حيكون أبيض وأسود هذا يرمز للووتر، اما الصافي هو الفينول. من راح نحضر اكثر من تيست تيوب راح نخلي بالبدايه هنا تيست تيوب الاي سمول اللي رامزي له داخل الجراف بيبر راح نخلي فقط ووتر، بعدين راح ابدي اضيف بشكل تدريجي الفينول الى الماء بتراكيز مختلفه. هنا نريد ندرس تاثير التمبرشر وتاثير الكونسنتريشن اوف فينول ان ووتر. التمبريتشر حيكون على ال y axis و concentration of phenol in water حيكون على ال x axis. من راح نجي ناخذ التأثير أول شيء من عندي أني two factors دي يأثروا لي على المسيبلتي، لازم أثبت أحد الفاكتورات وأبقي الفاكتور الثاني. فإذا لازم بالبداية شو نثبت؟ نثبت درجة الحرارة حتى ندرس تأثير الـ concentration of phenol in water. نثبتنا هنا درجة حرارة 50 تقريبا، ونبدأ ندرس تأثير الفينول تركيز الفينول مع الماء. حضرنا أكثر من تيست تيوب، قلنا بالبداية فقط بالتيست تيوب الأول فقط ماء، بعدين بشكل تدريجي أبدي أضيف الفينول إلى الماء. في البداية من أضيف الفينول للماء بعد أني بعدني محصلة one phase system، ليش؟ لأنه الفينول بهاي التركيز القليلة دا يذوب بالماء. كذا أنا محصلة على one phase system مثل ما ظاهر عندنا بالtest tube أي اللي نرمز له بالأي small. باستمرار إضافة الفينول إلى الماء، الماء وصل إلى تركيز 11%، يعني إحنا إلى حد 11% محصلين على one phase system. أنا دا أحضر أكثر من test tube ودا أضيف الفينول إلى الماء، فدا أحصل على تراكيز مختلفة من الفينول مع الماء، ودا ألاحظ إذا كان عندي one phase لو two phase، فباقي عندي one phase system. إلى حد ما أوصل إلى تركيز 11% راح ينفصل عندي السيستم ويصير بشكل two phases. من انفصل عندي السيستم وصار two phases، إذا تلاحظون هنا بالتست تيوب اللي نرمز له البي سمول طبقة صغيرة من الفينول ظاهرة في أسفل التست تيوب، بما أنه الفينول الدنسيتي مالته أعلى من الماء، إذا هو يكون باللور لاير والواتر حيكون بالأبر لاير. فإذا بتركيز 11% ظهر عندي two phases system، انفصل عندي السيستم. من تركيز 11% بعدها من أبدي أضيف تراكيز أكثر راح نحصل على two phase system إلى حد تركيز الـ 63%. يعني هسه إحنا بالبداية عندنا نريد ندرس شنو تأثير الـ temperature والـ concentration
of phenol in water شنو تأثيرها على المسبلتي of phenol مع الماء. إذا المبدأ عندي أنا اليوم مختبرنا دا نركز بتأثير شنو؟ تأثير temperature وتأثير concentration of phenol على المسبلتي of phenol مع الماء. راح ندرس هذا الجراف بيبر. الجراف بيبر شي يشمل لي؟ يشمل التمبريتشر اللي هي على الواي اكسس، ويشمل لي التراكيز اللي هي الكونسنتريشن اوف فينول ان ووتر. راح نجي من بعد ما ندرسها راح نثبت احد الفاكتورات اللي هو فاكتور التمبريتشر. بعد ما ثبتنا فاكتور التمبريتشر راح نشوف هنا تراكيز عندنا. راح تبدي اول شيء نخلي الواتر، بعدين وراها راح نبدي نضيف الفينول بشكل تدريجي. أول تركيز حيكون عندنا بال 11%، يعني أنا تركيز الفينول بالماء من وصل 11% انفصل عندي السيستم، صار عندي two phases، صار عندي طبقة الفينول بالأسفل وطبقة الواتر بالأعلى. استمر في إضافة التراكيز، يعني 11%، 15%، 20 إلى حد ما أوصل إلى 63. من أوصل لل 63% السيستم أيضا يكون موجود بشكل 2 phases system. أكثر من 63 ألاحظ أنه السيستم صار عندي 1 phase، يعني من صار تركيز الفينول بالماء أكثر من 63 السيستم كله رجع عندي clear ورجع عندي one phase system. النقطة الأولى أو التركيز الأول اللي ظهر عندي بالسيستم بشكل two phases راح أثبتها، وآخر نقطة ظهر بي عندي السيستم بشكل two phases أيضا أثبتها. أوصل بين النقطتين، هذا راح يعتبر أو يسمى tie line. إذا تشوفون أكو line يربط ما بين ال B small إلى حد ال C small، هذا اللاين اللي يربط لي بين البي سمول الى السي سمول يسمى التاي لاين. هذا كلش مهم. التاي لاين يبدي من اول تركيز ظهر بي عندي السيستم بشكل 2 فيزز الى اخر تركيز ظهر بي عندي السيستم بشكل 2 فيزز. يعني تركيز الفينول مع الماء بالبدايه بالتراكيز القليله كان عندي 1 فيز، يعني كان الفينول ذائب مع الماء فأحصل على clear solution. من أبدي أزيد التركيز أوصل 11% السيستم صار عندي بشكل two phases، انفصل عندي السيستم. بزيادة أستمر في زيادة التراكيز إلى حد ما أوصل 63% أيضا السيستم موجود عندي بشكل two phases. أكثر من 63 هو التركيز حيكون عالي مال الفينول بالماء، بس أيضا راح يرجع عندي السيستم بشكل one phases system. النقطة المهمة اللي ركز عليها اللي هي لازم تفيدنا بعدين بالحسابات، أربط ما بين أول نقطة ظهر عندي بيها السيستم بشكل two phases إلى آخر نقطة ظهر بيها عندي السيستم بشكل two phases. هذا اللاين ده يربط لي ما بين النقطتين اللي هي أول نقطة أرمزلها بالبي سمول وآخر نقطة أرمزلها بالسي سمول، هذا يسمى التاي لاين. كل التراكيز اللي على طول التاي لاين تكون بشكل two phases، two phases system. طبعا احنا حتى ندرس بشكل كامل تأثير التراكيز وتأثير التمبريتشر لازم نشتغل اكثر من تاي لاين. يعني هسه هاي بدرجة حرارة 50، لازم اشتغل بدرجة حرارة ثانية، فهنا يبدون درجة حرارة 25 ويسوون هاي التراكيز. طبعا التاي لاين حيكون مختلف لكل درجة حرارة، يعني بال 25 ممكن التاي لاين يبدي من 7% إلى 70، يعني يكون التاي لاين اللينث مالته يعني لونجر أطول، حيكون اللينث أوف تاي لاين يعني حيبدي من تركيز 7% إلى 70 فور إكزامبل، يعني بدرجة حرارة ال 25. بدرجة حرارة ال 40 التاي لاين حيختلف حسب التراكيز. درجة حرارة الخمسين مثل هسه ما ذكرناها هذا يبدي من 11 إلى 63%. كل ما تزيد درجة الحرارة length of tie line will be shorter، حيكون أقصر التاي لاين. ليش؟ لأنه بزيادة درجة الحرارة المسبلتي راح يزيد، بزيادة درجة الحرارة المسبلتي راح تزيد.
طلاب عندي بالنسبة يعني أنا لين فاتحة هسه من الموبايل، لأن فري كونفرنس انغلق عندي، فاللي يريد اللي يريد يشوف إذا تأشير ماوس فأي موجودة على الجوجل ميت، ده يطلع لهم تأشير الماوس. بس بالنسبة للفري كونفرنس لأن من الموبايل ما أقدر أأشر، بس أنا راح أسجله إن شاء الله على الباوربوينت بشكل واضح وأنزل لكم إياه، يعني أعيد التسجيل مالته على اللابتوب لأن صار عندي خلل، وبتأشير الماوس حتى يكون واضح بالنسبة لكم. فراح أكمل لكم هسه الشرح على هاي السلايدات، وهم رجعوا اسمعوا عودينا التسجيل من ينزل لكم. فأني عني طلاب هسه عندنا لكل درجة حرارة حيكون عندنا التاي لاين الخاص بيها. بعد ما أدرس التاي لاين لكل درجة حرارة راح أقدر أرسم الباينودال كيرف. الباينودال كيرف ايش راح يشمل؟ راح يشمل لي أكثر من تاي لاين، وكل الأريا اللي داخل الباينودال كيرف حتشمل لي، حتكون السيستم يكون موجود بيها بشكل تو فيزز. أما الأريا اللي خارج الباينودال كيرف حتكون بشكل وان فيز سيستم. هذا حتى ندرس هسه السلايد، هذا السلايد يعطيني ملخص للي قرينا بالجراف بيبر. يعني طلاب بالبداية احنا التركيز الاول اللي بدينا به اللي هي البوينت اي كان تركيز الماء بها 100%. بعد ما ضفنا الفينول مع الماء وصلنا للـ10%، السيستم مالتي موجود بشكل كلير، يعني بشكل one phase system. استمريت في إضافة تركيز الفينول، صار عندي التركيز بشكل 11%. من صار عندي 11% السيستم انفصل عندي، صار 2 phases system، صار عندي 2 phases بتركيز 11%. طبعا هاي احنا مثبتين درجة الحرارة. اذا تركيز 11% بدأ بي system بشكل 2 phases إلى حد تركيز الـ 63% سيستم موجود بشكل 2 phases. تركيز اللي أعلى من الـ 63 السيستم صار عندي بشكل 1 phase system. طبعا من انفصل إلى طبقتين، قلنا الـ upper layer هي شو تمثل لي؟ تمثل لي طبقة الـ water، والـ lower layer هي طبقة الفينول. طبقة الواتر ليش تكون بالأبر لاير؟ لأنه الفينول الدنسيتي مالته أعلى من الواتر، فلهذا موجود باللور لاير، حيكون طبقة الفينول نحو الأسفل. لكن أكو نقطة مهمة، الأبر لاير إحنا ما نقول طبقة واتر وإنما نقول واتر ريتش لاير، أما اللور لاير هي حتكون فينول ريتش لاير. ليش لازم أقول واتر ريتش لاير وفينول ريتش لاير؟ الواتر ريتش لاير معناتي انه هاي الطبقة هي مو كلير فقط تحتوي على الواتر، يعني هي ما بها الواتر بشكل صافي، وانما تحتوي على كمية قليلة من الفينول بهذه الطبقة. واللور لاير طبقة الفينول ايضا نقول فينول ريتش لاير، لان اكو كمية قليلة من الماء ايضا في هذه الطبقة. يعني انا من تنفصل عندي طبقتين اللي هي الابر لاير واللور لاير، هي مو طبقتين بيور، وانما اكو كمية من الفينول مع الماء بالأبر لاير، وكمية من الماء مع الفينول باللور لاير. نيجي هسه ملخص التعاريف. الباينودال كيرف هو is the curve that separates two phase area from one phase area. يعني هو الباينودال كيرف راح يفصل لي كل شيء داخل الباينودال كيرف. احنا قلنا نرسم الباينودال كيرف بعد ما ندرس اكثر من تاي لاين باكثر من درجة حرارة. فبعد ما ادرسها اوصل بين النقاط احصل على هذا الكيرف اللي يسموه الباينودال كيرف. فالباينودال كيرف is the curve that separates two phase area from one phase area. إذا هو راح يفصل لي كل شيء داخل الباينودال كيرف حيكون بشكل 2 فيزز، أما خارج الباينودال كيرف حيكون بشكل 1. التاي لاين مثل ما ذكرنا is the line drawn across the region of two phases conjugate phases as each temperature has its own tie line. كل درجة حرارة عندها التاي لاين الخاص بها. Upper constant temperature
or critical solution temperature is the maximum temperature at which two phases region exist. يعني من أوصل آني، لأن إحنا قلنا كل ما نزيد درجة الحرارة المسبلتي of phenol with water راح تزداد. أوصل إلى أعلى نقطة أكو درجة حرارة، أعلى درجة حرارة أوصلها بحيث الفيز مالتي راح ينقلب من two phases، راح يصير كله one phases. هاي هنا نحكي على temperature، كلما زيدت درجة الحرارة كلما زادت المسبلتي. إما أوصل نقطة أزيد بها درجة الحرارة بحيث السيستم يتحول عندي من two phases إلى one phases، هذه تسمى upper absolute temperature اللي هي أعلى درجة حرارة السيستم مالتي موجود بشكل two phases. يعني من أعبر درجة الحرارة هذه السيستم كلها راح يتحول من two phases إلى one phase system. بالنسبة للووتر والفينول درجة الحرارة هي 66.8. As all combinations above this temperature، أي تركيز أعلى من هذه درجة الحرارة راح يصير عندي بشكل one phase، لأن حيكون completely miscible and give one phase system. الماس ريشيو، احنا قلنا كل تيست تيوب عندنا two phases ده تنفصل، اكو upper layer واكو lower layer. اريد اخذ النسبة ال upper layer الى ال lower layer، فراح ادرسها بالماس ريشيو. Is the relative amount by weight of conjugate phase it depends on the position in the tie line and temperature. إذا الماس ريشيو هي راح نعتمد عليها، راح ناخذ شنو القانون مالتها حتى ندرس ايش قد نسبة ال upper layer الى ال lower layer من تنفصل عندي. من اخذ التيست تيوب وانفصل عندي الى two phases اريد ادرس الماس ريشيو، إذا هي relative amount by which they of conjugated phases، وراح تعتمد حسب الموقعها على التايد لاين، وعلى تعتمد ايضا على حالة الإكوليبريم اللي تكون موجودة وعلى التمبريتشر. البروبرتيز اوف تاي لاين بالتو كومبوننت سيستم، اولا التاي لاين مثل ما شفناه بالجراف لازم شلون يكون parallel to the phase، يعني يكون خط عدل موازي الى خط القاعدة. All systems prepared along the tie line at equilibrium separated into two conjugate phases. كل السيستم الموجود على طول التاي لاين راح ينفصل عندي، السيستم كله بحالة الإكوليبريم حيكون بشكل two conjugate phases، يعني السيستم كله حيكون مفصول على طول التاي لاين. وقلنا التاي لاين نبدي أول نقطة بالتاي لاين هي أول تركيز يظهر عندي به السيستم بشكل two phases، وينتهي التاي لاين بآخر نقطة السيستم يكون موجود عندي بشكل two phases. راح ناخذ example. هسه احنا مثل ما ذكرنا التاي لاين بالجراف بدأ عندي من 11% إلى 63%. من 11% بدأ التاي لاين إلى 63%. فإذا البوينت اللي بدينا بيها هي البي small، وانتهينا بها اللي هي السي سمول. راح ناخذ تركيز ال 24%. احنا قلنا الماس ريشيو نقدر ندرسها اللي هي الريلاتيف اماونت بتوين ذا تو كونجيجيتد فيزز. فحتى ادرس الماس ريشيو لازم اطبق قانون. القانون شلون راح يتطبق؟ راح ناخذ قلنا اول نقطه بدا بها التاي لاين ارمزلها بالبي سمول، واخر نقطه انتهى بها التاي لاين ارمزلها بالسي سمول. راح ناخذ تركيز ال 24. تركيز ال 24 موجود على التاي لاين لو ما موجود؟ طبعا موجود، لان هو بدا التاي لاين عندي من 11% الى 63%. اذا ال 24 موجوده ضمن التراكيز الموجوده على التاي لاين. ارمز للتركيز اللي انا اريد احسب الماس ريشيو له، ارمز له بالدي سمول. راح نطبق القانون. ال weight of phase A over the weight of phase B equal to the length DC على length BD. هذا القانون ينحفظ. length DC، احنا بالبداية اول خطوة نثبت الرموز حتى من نجي نطبق القانون اطبقه بشكل صحيح. فنجي length of DC over the length of BD. ال DC هنا حتكون هاي النقطة رمزنا لها بالدي، وهاي النقطة رمزنا لها بالسي. إذا length of DC هو يمثل لي الفرق ما بين التركيزين، يعني 63
ناقصاً 24 over the weight of phase B. phase B هنا تمثلي length of BD، حنخليها BD هذه هنا BD الفرق ما بين تركيز B والD أيضا راح نثبتها. فهنا حنشوف 63 ناقصاً 24 على 24 ناقصاً 11 حيطلع لنا 3 إلى 1. إذا هذه شو تمثل لي بارتات؟ كل 3 parts of phase A راح يقابلها part واحد من phase B. إذا هذه هي الماس ريشيو، هذا هو قانون الماس ريشيو. نشوف إيش قد عدد بارتات of phase A إيش قد يقابلها بالphase B في النقطة اللي نريد ندرسها. إحنا هنا نريدنا ندرس بتركيز الـ 24%. فإذا بالبداية بس أثبت الرموز وبعدين أخذ النقطة أثبت عليها القانون. القانون ينحفظ، مجرد ما نطبق عليه القانون راح نقدر نحسب البارتات. هسه راح ناخذ إكزامبل حتى نعرف شلون نسوي الحسابات مالتنا. بالنسبة للبينودال كيرف، الادفانتج اوف بينودال كيرف يستخدموه to formulate system containing more than component in single liquid phase product. يعني دائما يستخدموه حتى ندرس اكثر، اريد احضر system يحتوي على اكثر من مركب، فاذا انا لازم ادرسه عن طريق دراسة البينودال كيرف. راح ناخذ هذا الاكزامبل at 25 centigrade a tie line between 7 to 70. هنا عندنا بدرجة حرارة 25 التاي لاين بدأ عندي من تركيز 7% إلى تركيز 70% weight by weight. طبعا ننتبه هاي النسب كلها هي weight by weight، يعني كلها أوزان. Phenol in water. Now find the mass ratio and the composition of each phase of 40%. يعني دا يريد بنقطة الأربعين بتركيز الأربعين أحسب له الماس ريشيو وأحسب له كل الكومبوزيشن of the phases الفينول والواتر at this temperature. If you know that the total weight is 10 gram، يعني إذا إحنا حضرنا 10 جرامات من الميكستشر ماتي، فراح ناخذ من 7 إلى 70. هذا هو التاي لاين. أول نقطة على التاي لاين راح نمزلها البي سمول، وآخر نقطة على التاي لاين راح أرمزلها السي سمول. مثل ما قلنا أول شيء نسوي هي نثبت النقاط، نثبت الرموز. أول نقطة يبدي بها التاي لاين هي البي سمول، وآخر نقطة ينتهي بها التاي لاين هي السي سمول. الأربعين بالمية موجودة على التاي لاين؟ إي نعم موجودة هنا الأربعين بالمية، لأن هو من السبعة للسبعين. إذا الأربعين هي ضمن التراكيز الموجودة على التاي لاين، يعني مثلا لو يعطيني تركيز 5% ما موجود على التاي لاين، أو 75% ما موجود على التاي لاين. راح نجي نطبق القانون. weight of phase A over the weight of phase B equal length DC over length BD. فهنا راح نشوف ال length of DC هذه اللي هي الفرق بين C والD، إذا هي 70 ناقصا 40 على ال length BD اللي هي حتكون 40 ناقصا 7. نطرحها حيطلع لنا 33 على 33 على مود يعني يكون أسهل لنا بالحسابات، لازم نختصر. فنقسمها على 3 حيطلع 10 إلى 11، يعني كل 10 بارتات من الفيز A. الفيز A اللي هي شو تمثل لي الواتر ريتش لاير، تقابلها 11 بارتس of phase B اللي هي الفينول ريتش لاير. هاي طلعت الماس ريشيو. هنا الحسابات مالتي هي بشكل بارتات، لازم أحول البارتات إلى وزن، فحتى أحولها إلى وزن لازم أجمع بالبداية البارتات. 10 زائد 11 يساوي 21 اللي هي التوتال بارتس. فإذا كل 10 هنا تمثل لي الفيز A، حيقابلها التوتال بارتس اللي هي 21. يعني أنا لازم شنو أحول هنا؟ أحول البارتات إلى شنو؟ إلى وزن. شلون احول البارتات الى وزن؟ راح احولها بتطبيق القانون، الجزء مع الكل. يعني انا عندي 10 ال 21 بارتس اللي هو التوتال بارتس، ايش قد حيكون عندي بال 10 جرامات اللي هي التوتال ويت؟ راح اطبقها للقانون، راح اطلع ايش قد الوزن اوف فيز A وايش قد الوزن اوف فيز B.
يعني بالبداية ثبتنا النقاط 7 إلى 70، 7 أرمزلها البي سمول والسبعين أرمزلها السي سمول. التركيز اللي أريد أعرف إيش قد الماس ريشيو مالته راح أثبته على اللاين اللي هو أرمزلها دي سمول. أطبق القانون، القانون هو length DC over length BD. length DC حيكون 70 ناقصا 40، الفرق ما بين التركيزين over the length of BD اللي حيكون 40 ناقصا 7. نطلع الحساب مالتنا، يعني نطرح 30 على 33 نختصر، حيصير عندنا 10 إلى 11 بارس. أجمع هذين البارتات، 10 زائد 11 حيكون عندي 21، هي التوتال بارس، يعني عدد البارتات الكلية. أريد أسويها نسبة وتناسب، أريد أحول البارتات إلى وزن، فأقول 10 هي بال21، هاي كبارتات. إيش قد بال10 جرام اللي هو التوتال ويت المطلوب من عندي بالسؤال؟ فنسوي نسويها نسبة وتناسب، حيطلع لي 4.76، هذا وزن فيز A. نطرحها من 10 حيطلع لي 5.24، هو وزن فيز B. إذا فيز A اللي هي الواتر ريتش لاير، فيز B الفينا ريتش لاير، راح أقدر أعرفها من هذه المعادلة. بعدين كل فيز أني أقدر أطلع تفاصيله. أني نقطة 7% هي هاي تمثل لي الواتر ريتش لاير اللي هي أول نقطة بدأ بيها عندي التاي لاين، حيكون 7%. إيش قد بال4.76 اللي هي الوزن of phase A؟ راح نطلع إيش قد النسبة مالته بهاي الحالة، إيش قد وزن الفينول بالماء. أطرحها من الوزن الكلي، حيطلع لي إيش قد وزن الماء، هاي بالنسبة لل 7%. أما بالنسبة لل 70% حيكون بالنسبة للفيز B اللي هو الفينول ريتش لاير، فحيصير التركيز 70%. إيش قد بال5.24، هذا شنو الخمسة اللي هي الوزن فيز B. راح نطرح، راح يطلع لنا العدد الوزن of water بالفيز B. إذا إحنا هنا بس مجرد نطبق بالبداية، أطلع البارتات بعدين أحول البارتات إلى وزن. شلون أحول البارتات إلى وزن؟ إن الجزء مع الكل، يعني 10 هي تمثل لي بارتات فيز A بال21 الكلية، إيش قد بال10 جرامات اللي هو الوزن الكلي. راح نقدر نحسب إيش قد الوزن of phase A، يعني حولنا البارتات العشرة إلى وزن، هذا بما معنى. فطلع عندي 4.76، هذا هو phase A. أطرح من 10 حيطلع لنا وزن phase B، لأن phase A هي الواتر ريتش لاير وphase B هي تمثل لي الفينال ريتش لاير. أجي أخذ كل فيز، إحنا كل فيز شنو قلنا؟ ليش قلنا هي فيز A water rich layer؟ لأن تحتوي على كمية من الواتر وكمية قليلة جدا من الفينول، لهذا نقول فيز A هو الواتر rich layer. إذن فأني من أريد أطبق حساباتي، راح ناخذ أول نقطة اللي تمثل لي 7% اللي بدأ بينها اللاين 7، إيش قد نسبتها؟ نسبة الفينول بالماء كانت 7% بالنسبة للواتر ريتش لاير اللي هي أول نقطة اللي هي تمثل البي سمول. إيش قد بالوزن مالتنا اللي هي وزن فيز A اللي طلعناه من حولنا البارتات إلى وزن اللي هو 4.76؟ راح ناخذ عدد جرامات الفينول بالفيز A، حنقدر نطلعها من هاي النسبة والتناسب. أما الباقي من هذا الوزن فهو يمثل الواتر، فإذا تشوفون 0.33 كمية كلش قليلة من الفينول، بينما 4.42 كمية أكثر من الواتر. بالنسبة للفيز B راح نعتمد على نقطة C اللي هي 70%، فإذا 70% جد بالوزن الكلي مال فيز B اللي هو يمثل 5.24، راح نطلع جد جرامات الفينول فيز B، أطرحها حيطلع لي قد جرامات الواتر. هنا تلاحظون بالنسبة للفيز B كمية الفينول أكثر هواية من كمية الماء. بالنسبة للشغل، هو هذا المختبر ما بي شغل عملي، إنما بس حتى تعرفون هي شنو فكرة الشغل، أعطيكم فكرة سريعة، لأنه الفينول مادة كلش irritant فما نقدر نستخدمها هسه حاليا بالمختبر.
ففكرة الشغل أني أحضر تراكيز مختلفة من الفينول مع الماء، أبدي من تركيز الاثنين إلى تركيز 75. شلون أحضر هذا التركيز؟ أني داريد أحضر لي 10 جرامات، فإذا 2% إيش قد بالعشرة؟ حيطلع لي 0.2 جرام أوف فينول و9.8 جرام أوف ووتر. هذا فور إكزامبل، يعني مثلا 2% شلون طريقة التحضير مالته. من أقول حضروا تركيز 2% بس أنا ما أريدك تحضر لي 100 جرام، أريد تحضر لي 10 جرامات فقط. فهنا نسوي نسبة وتناسب، إذا هو 2% إيش قد بالعشرة؟ فنطلع الحسابات مالتنا. هاي طبعا ناخذ وزن 0.2 من الفينول مع 9.8 من المي، المي الدنسيتي مالته 1 فالوزن يساوي الحجم. بعدين نخليها باكثر من درجة حرارة ونبدي نشوف كل تيست تيوب بعد 10 دقائق ناخذه نشوفه. اذا كان طلع عندي تيست تيوب كلير اذا هذا 1 فيز، اما اذا تيست تيوب مفصول بشكل طبقتين هذا معناته 2 فيز سيستم. ونسجل القراءات مالتنا، على ضوء هاي القراءات نقدر نرسم التاي لاين والفاينودال كيرف. حيكون اكو عندي جدول، بهذا الجدول اثبت هنا مثلا تركيز 2% طلع عندي 1 فيز لو 2 فيز اثبته، وباقي تراكيز ايضا. طلاب ثانك يو فور لسنينج. المختبر شويه صار شرحه سريع، لكن انا راح اعيد التسجيل مالته وراح انزل لكم اياه على البروفايل الاكاديمي، على بروفايلي وعلى بروفايل دكتوره زينه. تسجيل يكون واضح، ويعني اعتذر لانه صار فد خلل عندي اليوم ما اعرف ليش. رابط الحضور دكتوره زينه راح تنزل لكم اياه على الفري كونفرنس، انا هسه راح انزله على رابط الميت. الخميس الجاي ان شاء الله حيكون عندكم كويز بالمختبر الاول وبالمختبر الثاني، الكويز حيكون اونلاين.